مساء الخير، مساء الكلمة السواء، مساء الأخوة الإنسانية. نادته روما فاستجاب الأزهر، وكأن به هو من دعا فاستبشروا. روح الأخوة في الأنام وثيقة ترسي السلام وتحتذى وتعمر. بابا كنيسته وشيخ دينه، دعوا لعيش واحد لا يكسر. إنسانه حر يعي إيمانه، ويغب من نبع الحوار يبشر. العدل شيمته يلذ برحمة، تسمو به قيم الحياة وتكبر. فالله ما خلق الورى إلا لكي يتفاعلوا، يتعايشوا، يتصابروا، يتسامحوا، يتعاونوا، يتآنسوا، يتحاببوا، يتواجدوا، يتحاوروا. لا تقتلوا وتقاتلوا باسمي، فلن أقوى بكم، وأود أن تتذمروا من كل ما يبدو لنا عصبية وتعصبا، فتجنبوا وتوفروا دوما على كلم سواء، حسبكم في سعيكم لمآلكم أن تشكروا. الله حب والمحبة دينه، وعلى المثال جميعنا نتحرر. قبل أيام نظم التيار الوطني الحر ندوة في فندق رويال، محورها وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، التي وقعها بابا روما فرانسيس الأول وشيخ الأزهر أحمد الطيب، مطلع شباط من العام 2019 في دولة الإمارات. ما استوقفني في تلك الندوة قول الدكتور محمد شيا إن تلك الوثيقة لا يمكن اختصارها. وحين هممت بالتحضير لهذه الحلقة وجدتني أختصر تلك الوثيقة بكلمتين: الوثيقة الإنسان. وثيقة الأخوة الإنسانية موضوع حلقة نقطة فاصلة سنتناوله ببحث معمق مع الأمين العام للقاء الإسلامي المسيحي حول مريم، قاضي بيروت الشرعي والأستاذ الجامعي والمدير العام السابق لدار الفتوى الشيخ محمد النقري. أهلا وسهلا فيك سماحة الشيخ. يا هلا. ومع الأكاديمي في الفلسفة الأخلاقية والسياسية، رئيس الاتحاد الفلسفي العربي في لبنان، رئيس مركز تموز الدكتور أدونيس العكرة. أهلا وسهلا فيك. يا هلا بك، شكرا. مستعدين للحلقة وللنقاش؟ يلا يلا، ضلوا بخير. سؤال أول هيك بيخطر على بالي، عمل لي غصة تحبوا تجاوبوا عليه اثنيناتكم. قديش كنتوا بتتمنوا تتوقع الوثيقة بلبنان؟ يعني أنا صراحة انصدمت، وبنفس الوقت فرحت لما سمعت في خبر الوثيقة وتوقيعها بالإمارات. انصدمت لأن لبنان هو بلد الرسالة. نعم. ولبنان بيستاهل انه يستضيف توقيع هالوثيقة، خاصة انه هي من قبل قداسة البابا ومن قبل فضيلة الشيخ الأزهر، شخصيتين هن ما عليهم اي نزاع عقائدي او ديني، بالعكس تماما بشكله قمة التدين وقمة الأخلاق والأخوة والصداقة تجمعهم. فكان لبنان بيستاهل إنه يستضيفهم، وهي حرقة بقلبي إنه صرنا حرقتين. دكتور أدونيس. يعني أنا بأيد سماحته مع ملاحظة إنه لبنان بتركيبته هو ممكن يكون نموذج لما تقترحه هذه الوثيقة، بينما بهالدول العربية ما في ولا دولة مكون مجتمعها مثل المجتمع اللبناني بهالخليط الديني والمذهبي. فمعلاش إذا عملت بالخارج لحتى نفتح أفق أمل بأن يكون العالم العربي صورة عن المجتمع اللبناني المتنوع دينيا ومذهبيا. سمحتك، وراء 6 سنين على توقيع الوثيقة ما وصلت كما يجب، مثل ما حضرتهم قالوا الشيخ الأزهر وبابا روما، ما وصلت لصناع القرار العالمي لحد هلا،
وبقيت للآن بإطار الرغبة والتمني. شو بدها هالوثيقة كي تتفعل وتفعل؟ يعني هالسؤال خليني ارجع للوراء قليلا. بتاريخ 10 ديسمبر كانون الاول 1948 لهلا يعني 75 سنة و75 يوم على توقيع معاهدة معاهدة الأمم المتحدة، معاهدة الحريات والإنسان والإعلان حقوق الإنسان. خلال هالفترة شو تحققت؟ شو حققت؟ ماشي أبدا. فنحن من خلال توقيع الوثيقة صحيح ست سنين وعشرين يوم اليوم صح. ست سنين وعشرين يوم. حأرجع كمان أنا لورا أكتر أبعد من هيك، حأرجع للزمن يلي وقف فيه النبي محمد على بنسميه نحن بخطبة الوداع. نعم. كانت آخر كلام نعم لإله. حأقرأ النص يلي قاله النبي محمد من 1500 سنة تقريبا. قال: يا أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا، لا ترجعن بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي إلا التقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هالكريم من 1500 سنة شو تحقق منه؟ مباشرة من بعد ما انتقل النبي محمد للرفيق الأعلى بلشت الصراعات وبلش القتل وبلشت الاتهامات. لهلأ ما خلصنا من هيك معارك طائفية بين المسلمين وبين المسلمين وغير المسلمين. حقوق النساء وينني؟ حقوق المرأة وينني؟ العنف الأسري يلي عم بيقول النبي هون إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق، وين حقوقهم؟ ما في شيء. كل ياتو كان الكلام اللي توجه فيه كان آخر كلام توجه فيه للمسلمين ما في شيء. لا ترجعن بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. توفى النبي من هون وبلشوا بلشت الحروب بينهم بين بعض. نعم. بعدين إنه كل الناس سواسية، وين شفنا الحروب يلي كانت بين العرب وبين الرومان، بين العرب وبين الفرس، بين صح. بين كل العرب كل كلياتهم يعني صراعات وحروب. طيب هذا كلام النبي اللي أسس الدين الإسلامي. هأرجع كمان لألفين سنة من لورا لما وقف السيد المسيح عليه السلام على عزة الجبل. شو قال؟ يعني يمكن هقول طوبى لصانعي السلام، هذا آخر كلام. لأنهم أبناء الله يدعون، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. كلام رائع. من بعد سيد المسيح شو صار؟ شو صارت في حروب صحيح. بين المسيحيين، حروب بين المسيحيين والوثنيين بالأول صحيح. بين المسيحيين بعضهم مع بعض، وبعدين الحروب الصليبية، وبعدين حروب البلقان إذا بدنا نجي. نعم. وين هالمعاهد؟ يعني لا احترمنا حقوق الإنسان ولا احترمنا توقيع المعاهدة أو الوثيقة اللي صارت بين نعم. الأزهر وبين الفاتيكان. وين النتائج تاعتها؟ ما عم نشوفها. بدها جهد متواصل، بدها وعي بركي عند الناس. ما حقول بدها وعي، بدها أكتر من هيك.
نحن أخطأنا كمسلمين وكمسيحيين، كرجال دين وغير رجال دين. نحن علمنا الناس على الخير بمساجدنا وكنائسنا، دائما منعلم الناس على الخير. نعم. بالمدارس منعلم الناس على الخير. ليه ما منعلمهم ان نحن على منهجية الشر؟ لان الشر هو اقوى من الخير. ليه ما منعلمهم انه الشر كيف بيدخل لقلنا عشان يقضي على الخير؟ اولادنا ما منحصنهم، المؤمنين ما منحصنهم شو كيف ممكن يدخل الشر لقلنا. منعلم اولادنا انه انتبهوا ما تسرقوا، بيفوتوا هن على الحياة العملية بيشوفوا انه غيرهم عم يسرق، بيصيروا هن بالاول شيء بيستعيروا ما بيردوا الاشياء اللي اخذوها، وشوي شوي بيفوتوا بالسرقة وهن منهم عارفين انه هاي السرقة اللي نهت عنها الاديان ونهت عنها القوانين. هون نحن اخطأنا، لازم نتعلم ونعلم منهجية الشر لحتى نعرف شو هو الخير. في عنا حديث نبوي لأحد الصحابة بيقول فيه انه كان الناس يسألون النبي عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن أقع به. هون الفلسفة اللي لازم نحن نعتمدها، لازم نتعلم منهجية الشر لحتى ننتبه ونبعد شروره عنا، مش بس الخير. نرجع لك دكتور عكرة، حددت حضرتك مفهوم المواطنية بالدول الديمقراطية. المواطنون هم مصدر السلطة، متساوون تجاه القانون بإرادتهم الذاتية وبالتشارك، بيسائلوا بيحاسبوا اللي بيوكلوا أمرهم له، بيطوروا بيحسنوا بيعدلوا القوانين وفق حاجاتهم المتطورة، وغايتهم السلام المجتمعي وانتمائهم للهوية الواحدة للجماعة وولائهم الأول للكيان. كلام جميل وفي شوية يوتوبيا إذا صح التعبير، كيف بيتطبق وين؟ لحضرتك هذا عم تدعي بكل محاضراتك انطلاء من هالوثيقة. نحن بعالم البشر كل الأمور نسبية، ما في عنا مطلق. مفهوم المواطن هيدا مفهوم شائع بأي كتاب بأي مرجع بالعلوم السياسية، له تعريف محدد ما في غيره. هلأ قديش متطبق بهالعالم؟ دائما الأمور تجري بالشكل النسبي، وبتختلف هالدول بين بعضها بأنظمتها الديمقراطية بنسبة ما تحققه من مبادئ الديمقراطية ومن مبادئ المواطنية فيها. نعم. إذا بنرجع لهالدول الوافرة فيها نسبة الديمقراطية، منشوف إنه إذا بدنا نقارن بين نحن بلبنان وبين تلك الدول منلاقي في فرق كبير. أنا بهالوثيقة هاي أنا ما اهتميت فيها لحتى يزيد إيماني، أنا إنسان مؤمن. نعم. اهتميت فيها من زاوية طرح سياسي وطني نحن بحاجة لإله، وبالتالي لحد هلأ بعده مفقود. من السنة 43 لليوم عم نعاني من هالعطل يلي هو نقص نسبة المواطنية عند الإنسان اللبناني. نعم. الإيطة موجودة هون بهالوثيقة. صح. النقص يلي عانينا منه سببه الدين. مش الدين بجوهره، كيف يطبق، كيف يستخدم الدين في ممارسة السياسة وتطبيق السياسة. هون العطل، وبالتالي لقيت انه بهالوثيقة هاي الصورة واضحة، هات لحتى ننطلق منها لحتى نعمل تجديد بنظامنا، وخصوصا انه بتعرف نظامنا نظام طائفي. نعم. والعطل هون، ومنشوف غالبية القوى السياسية بتطالب بتغيير هذا النظام الطائفي، ولكن شو البديل؟ ممارسة تبع طائفية. شو البديل؟ لحد هلأ بعد ما شفنا أسس لبديل مقنع. عم بيقولوا الدولة المدنية. طيب الدولة المدنية
بحد ذاته مفهوم ملتبس، ولكن بالتطبيق هات لحتى نشوف الإسلاميين بمصر. نعم، جوابا على هالطرح بدنا الدولة المدنية، بقولوا نحن مع الدولة المدنية ولكن تحت نظام إسلامي. نعم، ما عملنا شيء. يعني نجي على لبنان، أول ما اقترح بديل عن النظام الطائفي الحالي هات لحتى نطبق العلمانية. نعم، ولكن العلمانية رفضناها لأن وصلت لنا مشوهة، مش بس إلى لبنان، وصلت إلى العالم العربي بصورة مشوهة. اعتمدنا على صورتها المشوهة اللي هي اعتبرناها أنها ضد الدين، والحال العلمانية إجت لحتى تحمي التدين، تحمي أصحاب الأديان، وتحمي يلي ما بدهم يؤمنوا. رفضناها. طيب عنا اقتراح آخر موجود بالدستور، إلغاء الطائفية السياسية. نعم، في مشروع لحتى نشوف شو هو ونقتنع فيه؟ ما في إله، ما في مشروع. كبديل عن عن الدولة المدنية وعن العلمانية عم نسمع بشعارات بتقول بدنا دولة المواطنة. دولة المواطن، هون هذا القفل، هون هذا الأساس. المواطن موجود عندنا مواطن كامل أم لا؟ وعم بستخدم كلمة المواطن الكامل والمواطنة الكاملة استنادا إلى الوثيقة. هلأ بعد شوي ممكن نحكي نشرحها أكثر، ولكن انطلاق تغيير نظامنا لحتى نحط نظام ديمقراطي بيرضي الجميع يلي عم بيطالبوا بتغييره هو مبدأ المواطنة. الكل عم بيطالبوا فيها. هات بقى لحتى نشوف شو هي المواطنة. بدك نحكي هلا بعد شوي. سمعت الشيخ هلا بابا روما وشيخ الأزهر يمثلوا جزء كبير، السواد الأعظم من البشرية. شو عم بقية الطوائف بالشرق وبالعالم، خصوصي أنه مع الإشارة لأنه البابا راح زار مفتي الشيخ سيستاني ووقف على خاطره بهذه الوثيقة، هل نزلت هالوثيقة على الآخرين غير جماعة الأزهر وغير جماعة روما؟ نزلت عليهم برضو سلام أو عدت نفسها أن استثنيت وبالتالي ترفض أن تكون ملحقة؟ طبعا هي نقطة الانطلاق للوثيقة هي علاقة الصداقة اللي جمعت بين شيخ الأزهر وبين البابا. نعم. وكانوا موجودين هن على مأدبة إفطار أو مأدبة غدا. نعم. طرح أحدهم أن يكون في توقيع هالوثيقة، فلقيت قبول بين الشخصيتين واشتغلوا عليها. الأزهر كمؤسسة دينية عريقة جدا صارها هي الأزهر من 1972 تقريبا. نعم. وطبعا الفاتيكان اللي هو مؤسسة الكاثوليكية اللي بتجمع أكثر عدد من المسيحيين. فهل الغالبية العظمى من المسلمين ومن المسيحيين هي اجتمعوا ووقعوا هالوثيقة. هلأ اللي انكتب بهالوثيقة ما في حدا بالعالم بينكره، ما في أي واحد بينتقد جزء بسيط منه، لأن كلياته للخير العام للإنسانية كلياتها بما فيهم غير المؤمنين. مش بس الوثيقة بتخاطب المسلم والمسيحي، بتخاطب الكل. فهون ما لازم حدا يعني يحس حاله أنه مستبعد أو يعترض. وشفنا أنه البابا راح على النجف واجتمع المرجعية العليا الشيعية السيستاني، وطلع يمكن بعد ما طلعت الوثيقة والشيء اللي حكوا فيه، ولكن شو بدنا نضيف لإلا عشان يرضوا الباقيين؟ ما في. يعني عم نفتش شو في إضافات. قبل شوي قلت نختصر، ما لا تختصر. شو فينا نزيد لإلها؟ ما عم لاقي شيء فينا نزيده لإلها بما أنه هي عم تخاطب الإنسان. فبتمنى أنا أنه لو كان في مرجعية أرثوذكسية أو بروتستانتية أو أي أو بوذية أو هندوسية يأيدوا هالوثيقة، لأن بتعبر عن الأخوة. هي
وهيدي اللي كنت انا بتمناه ومنتظره انه تصدر بيانات من المرجعيات الدينية بالعالم وتأيد هالوثيقة. يمكن بركي البابا بخطوة تانية بيدعو الى ما حقول صلاة مشتركة لان الناس ما بتفهم كلمة الصلاة المشتركة. الى جلسة مصالحة ودعاء لا يمكن يوقعوا ويأيدوا هالوثيقة الإنسانية. بس ما فيها يعني ظهورها بهالوقت هي ما كانت مقصودة بحد ذاتها بقدر ما كانت نتيجة صداقة جمعت بين الشيخ الأزهر والبابا. هون حأذكر أنا حادثة صارت على أيام الدولة العثمانية. إذا طويل الحادثة خلي لي هلا بعد الإعلان. بعد الإعلان. طيب نحن مستمرين بهالحلقة مع دكتور أدريس العكرة مع سماحة الشيخ محمد النقري تحت عنوان وثيقة الأخوة الإنسانية، ولكن بعد هالفاصل الإعلاني. فاصل ونرجع. منتابع حلقة نقطة فاصلة مع الشيخ محمد نقري مع الدكتور أنونيس العكرة عن وثيقة الأخوة الإنسانية. كنت عم تقول لي في حادثة صارت أيام السلطة العثمانية. تفضل. أيام السلطة العثمانية أحد السلاطين بفتكر هو أبوه لبايزيد، سلطان بايزيد، كان في طبعا حروب ما بين روسيا وأوروبا والدولة العثمانية، وكان دايما بيستخدموا موضوع المسيحيين. فهو بده يطلع فرمان يجبر جميع المسيحيين لاعتناق الإسلام وتحويل كل الكنائس إلى مساجد. سمع الشيخ الإسلامي اللي هو المفتي العام للعثماني، توجه مباشرة لعند صديقه البطريرك المسيحي بإسطنبول وقال له خليني أنا وياك نروح عند السلطان نقنعه إنه هالشي ما بيجوز وإنه لازم يتراجع عن هالفرمانية اللي بده يعمل. بما أنه بتجمعهم صداقة راحوا اثنيناتهم عند السلطان واجتمعوا فيه وقالوا له أنت عم تخالف الاتفاقية اللي تم توقيعها لما صار في فتح القسطنطينية لإسطنبول ولازم أنت تتراجع عنها وهيدا مبدأ مخالف للدين الإسلامي لأن لا إكراه في الدين. وجابوا شهود معاهم كانوا حاضرين بالتوقيع الاتفاقية القديمة. فلما سمع هيك السلطان قال لهم أنا تراجعت عن الفرمان وحأصدره. فإذا هالاتفاق الصداقة اللي جمعت بين الشيخ المملكة الشيخ الدولة العثمانية وبين البطريرك شو أدت؟ أدت إلى نتائج ولا أروع من هيك. هلأ برجع أنا لورا بالتاريخ، عنا نحن الكبير المتصوفين سلطان إبراهيم بن أدهم. هلا لما نحن بناكل سمك سلطان إبراهيم جاي منه، من الاسم هو كان بجبال. سلطان إبراهيم فكانت علاقة الصداقة بتجمعه مع راهب سمعان بجبل لبنان. كانوا دائما متواجدين مع بعض ويتبادلوا الأحاديث الدينية والروحية والصوفية. كان صداقتهم ولا أروع من هيك. كان المفروض لو في عنا بعد مخطوطات تقولنا شو هي المواضيع اللي كانوا عم بيحكوا فيها. هلأ كمان في نقطة صارت معانا بدار الفتوى لما كنت مدير عام دار الفتوى. كنا مألفين لجنة التعليم الديني بين الطوائف كلياتها مسيحيين ومسلمين. لما كنا ننزل نمشي بالشارع الناس تيجي تبوسنا تشوفنا لابسين زي الديني إسلامي سني وشيعي وكاثوليكي وبروتستانتي ومارون يجوا يبوسون بدنا نشوفكم دايما هيك. بجبال كنت عم بتمشى أنا والأب فادي ضو عنا كان تسجيل الناس هنيك بالأسواق تيجي ما يقدروا يمسكوا حالهم يجوا يحكوا معانا ويبوسون بدنا نديك إياكم دايما هيك. علاقة الصداقة اللي بتجمعني أنا مع كتير من رجال الدين المسيحيين بفتخر فيها وبعتز فيها
لدرجة أنه طرحت أنا فكرة على أحد الكاردينال كان جاي من أمريكا، بيعته جون بول دو وقتها، كنت بدار الفتوى. خلال يمكن ربع ساعة عدت معاه قاعدين عم نحكي، قلت له أنا عندي مشروع يا ريت تنقله لقداسة البابا. قال لي شو؟ قلت له نعمل أجنس دو فواياج تكون تجمع رجال دين مسلمين ومسيحيين بأسعار مخفضة جدا إذا بيسافروا مع بعض، عشان تنشأ هالصداقة بيناتهم. وهي واقع حلو في السفر لأنه نعم أكيد يعني أنا من واقع تجربتي لقيت أنه هاي نتائج كتير حلوة تجمع، إذا بتجمع رجال دين مسلمين ومسيحيين دائما بالصداقة. حلوين أخبارك سمعت الشيخ وبيغنوا الحلقة. دكتور عكرة عم تجول حضرتك على المناطق اللبنانية، عم تشرح من وحي الوثيقة مفهومك للمواطنية، وبتحكي عن شيء اسمه المواطنية الناقصة أو المواطنة الناقصة اللي هي. كمل لي الشرح تبعها اللي بلشنا فيه حتى نعرف الغاية الأخيرة لما بتوصل بهذا الإطار. أنا بعتبر أنه الأساس بتغيير في لبنان واستبدال النظام الطائفي الحالي كما يطبق، عم يطبق بطريقة مشوهة وخاطئة مخطئة، خصوصا انه وجد له نظام التعدد الطائفي، تعدد المكونات وكل مكون عنده خصوصيات، انه وجد له صيغة ديمقراطية بنسميها التوافقية يلي هي كونسوسيائية. أنا بستخدم بعرب العبارة الأجنبية كونسوسياتيف، كونسوسيائية يعني تجمع مجتمعات، مجتمع مجتمعات. بالديمقراطية في عقد يلي هو نحن بنقله من نطلع عليه كلمة قبول العيش معا، إرادة العيش معا، هذا هو العقد، تعقدنا أن نعيش مع بعضنا كأفراد. الديمقراطية الأصولية هي العقد بين أفراد، الكونسوسيائية عقد بين جماعات. ومشان هيك ولائنا عم بكون للطائفة مش للمجتمع يلي بضم كل الطوائف، لأنه الممارسة حصلت خطأ. باستبدالها بدنا ننطلق من مفهوم المواطنة. شو المواطن؟ بده يكون حر، حرية المعتقد، حرية الرأي، حرية التعبير، بس انتبه حرية بشرية مش حرية الأدغال، حرية بشرية تنتهي حريتي وقت اللي بتبلش حرية الآخر. الحرية، المساواة، بدنا نكون كلنا مثل بعضنا تجاه القوانين والواجبات. ثلاثة، المواطنين لأنهم أحرار ولأنهم متساوين وكل مواطن هو مستقل ذاتيا أوتونوم، يعني صار الشعب مجموع المواطنين مصدر السلطة، مصدر السلطة مش مصدر خارج عن إرادة أبنائه، هن اللي بيطلعوا القوانين. هيدا ناقص عنا، كل يلي عديتهم مساواة وحرية وتجاه القانون موجود عنا بالدستور، ولكن في مادة، المادة 9 بتعطي للطوائف حقوق سن قوانين الأحوال الشخصية. خد بقى ساعتها هالقوانين هاي مش طالعة من الشعب، مش هو مش الشعب مصدر، مش المواطنين مصدر السلطة، الله مصدر السلطة. اتخربط مفهوم المواطنة. والحال ما في إمكانية لكن أنه نعمل مواطنة بقبول كل الأديان. يا هل ترى الدين قادر يكون مواطن؟ هذا كان سؤالي. أنا بقول إيه على الرغم مما حصل، وإذا استعرضنا تاريخ الدول الدينية مسيحية كانت أم إسلامية، ما كان في مواطنين. الدولة الدينية ما طلعت مواطنين، طلعت مؤمنين. والمساواة بالدول الدينية هي مساواة أبناء الدين الحاكم
أما الآخرون فهم مش بس مختلفون، هم مخالفون عند المسيحيين وعند المسلمين. انتبه، هذا مش سبب الدين بجوهره، سبب من طبق الدين في السياسة. شوف لك في آية قرآنية من أروع ما قرأت، الله بيقول لنا نحن المسلمين كيف بدنا نتعاطى مع أهل الكتاب. قولوا لهم، قولوا لهم آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. نحن له مسلمون، لو كلنا آمنا بالله، كلنا أسلمنا أمورنا لله، هيدا الإسلام. وإلهنا وإلهكم واحد. وبالتالي يا هل طلب رجع بسأل، ممكن إنه الدين بجوهره يخلق مواطن، بجوهره يخلق مواطن؟ أنا بقول إيه، استنادا إلى وثيقة الأخوة. في فقرة عن المواطنة، بدك هلأ أولى وكفي شرحها؟ أولى لأنه هذه اللي بتعمل مواطن كامل. نعم، شوف شو بتقول. نعم، إن مفهوم المواطنة، مين اللي عم بيقول؟ البابا شيخ الأزهر. نعم. والبابا هودي ممكن يحكوا شيء ويقولوا لنا شيء مخالف للإنجيل والقرآن؟ أكيد لا. أنا بعتبر إنه اللي عم بيقولوا لنا إيه، هيدا مراد المتكلم. الله تعالى صحيح تكلم عندهم وعطاهم القرآن، وتكلم عنا وعطانا السيد المسيح. نعم. ما هيك؟ نعم. إن مفهوم المواطنة يقوم على المساواة في الواجبات والحقوق. نعم. لك الله عم بيقلنا هيك؟ التي ينعم في ظلالها الجميع بالعدل. لذا يجب العمل لك هالقيادتين يلي بيمثلوا تلتين هذا الكوكب. نعم. عم بيقولوا يجب العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة في مجتمعاتنا، في المجتمعات المسيحية والمجتمعات الإسلامية. المواطنة الكاملة، لأنه في مواطنة ناقصة. عم بيدعونا لحتى نرسخ المواطنة الكاملة. المواطنة الناقصة هو أنه معي التذكرة بس أنا حر بتوكيلي، مش أنا مصدر السلطة، أنا عنصر من مصدر، من مصدر السلطة كشعب. نعم، نحن كشعب مجموع مواطنين. المواطن الناقص يلي حريته ناقصة، يلي ما في مساواة بينه وبين الآخر. بالدول يلي متطورة ديمقراطيا، هتلاقي لك شو المواطن عنده أو الوطن. نعم. هو المكان يلي ما في ولا مواطن بيقدر يغتني، يكون ثريا يغتني لدرجة انه يشتري مواطن اخر بماله. حلو كتير. وما في هذا المكان، ما في مواطن يبلغ من الفقر درجة انه يبيع حاله. هذا المواطن. نحن عنا لسوء الحظ مش هيك، مش هالقد. المواطنية ناقصة عنا، أشباه مواطنية ناقصة عنا. صحيح. المواطنة الكاملة عم بيعترف فيها المسيحي والمسلم باسم ربنا. الله باسم ربنا. باسم الله. فإذا تعوا لحتى نبني عليها ونتفق أنه لا الدين الإسلامي بيميز بين المواطنين ولا الدين المسيحي بيميز بين المواطنين. فينا نبني عليها نظام، على هالأساس لازم نبني نظام يستبدل النظام الطائفي اللي عم بيميز بيناتنا. من صرختك هيدي سؤالي لسماحة الشيخ، لما بيطالب الفاتيكان والأزهر حالهم وقادة العالم وصناع السياسات الدولية والاقتصاد العالمي بالعمل جديا على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام والتدخل لإيقاف الدماء البريئة اللي عم نصير هلأ بغزة، ووقف ما نشهده من حروب وصراعات وتراجع مناخي وانحدار ثقافي واخلاقي. هون برجع لسؤالي اللي عطول بسأله قبل شوي جوابت، هل نحن عم كلام يوتوبي هيدا، يعني انه هيك عم نحلم، عم نبالغ او عم نتأمل؟
وما بيتطبق. يعني أنا إذا بدي أتذكر قصص مثل ما حكينا قبل شوي الحوادث اللي مرقت فيها الإنسانية، خلينا نرجع للنبي نوح. نعم. 900 سنة كان عم يدعي قومه للدين وللأخلاق السليمة، بعد 900 سنة غرقهم لأن ما في أمل منهم. رسالة الأنبياء كلياتهم كانت رسالة واحدة لمقاومة الشر ولإعطاء الأمل. الأمل هذا انوجد بفترة قصيرة جدا، وجدت تغلبت عليها الأنانية والجشع، وحتى البيئة الناس بيحاربوها. يعني أنا اللي بيصدمني كتير شخصيا بكون شايف ناس بالسيارة فاتين الأزاز بيرموا كلينكس مثلا، بتطلع فيهم بشوف إذا كان هيدا راح على مدرسة تعلم ولا لا. هلا بيبين عليهم في ناس بتلاقي محترم لابس كرافات وماشي وعم تزت هالكلينكس، طيب ليش هيدا ما بيحترم البيئة تاعيته وبيوقف عن هالاشياء؟ ليش الشر موجود بالإنسان وهو اللي بيوجهه أكتر شيء؟ فنحن أنا بقول إنه لازم يكون في عنا هالرادع لحتى نستمر بالحياة. خلينا بدل ما نقول لطلابنا إنه ما ترمي الأوساخ بالطريق، ناخد قصة ورقة انزتت بالطريق شو عملت هي مفاعيل سيئة بالطبيعة، ندرسها نشوف المراحل يلي ضرت فيها هالورقة. أي عمل سيء لازم نحن نضوي عليه ونشوف شو نتائجه السلبية، ما نكتفي نحن نقول تعليم الشر. تعليم الشر بالضبط هون، لأن الإنسان لما ممكن يكون خير بطبيعته من جوا ولكن ما عارف إنه عم بيمشي وراء الشر. فهون يمكن التنبيه لهالخطورة الأشياء خليها ترجعنا نحن لقيم الخير الصحيحة، وتخلينا نقاوم الشر لما بيجينا. يعني برجع أنا لقصة الورقة، آخر يوم قضيته أنا بدار فتوى، هاي حادثة كنت بحكيها هلا، آخر كلمة وجهتها للموظفين قلت لهم شوفوا، أنا ونازل بالأسانسير كان معاي تحت البونبون، ورقة البونبون، قلت لهم حطيتها بجيبتي وما زتيتها بالأسانسير، فبدي إياكم بهالشغلة البسيطة جدا جدا إنه تفكروا فيها وتفتكروا إنه المؤسسة اللي عم تشتغلوا فيها هي بتستحق إنه تكون نظيفة. طبعا لقيت هالفكرة ترحيب، ولكن هل استمروا فيها؟ أنا بشك، مثل ما بشك بالمجتمع اللبناني أو المجتمع الشرقي بإجمال. المجتمع الشرقي بتلاقي ما في تنظيم، ما في احترام للبيئة، ما في شيء أبدا. بتروح لأوروبا تلاقي كل شيء منظم. خلينا يعني أنا مبارح كنت مع مجموعة من المحامين عم نحكي بمواضيع هيك، قلت لهم لما نحن بنطلع بالطيران الميدل إيست أو الطيران الفرنسي منسافر فيه على باريس، لما بنوصل على مطار باريس بتلاقي الكل قاعدين ما حدا واقف قبل ما يزنونهم إنه يقوموا يفتحوا ياخذوا شنطهم ويطلعوا. بالعكس لما بيكونوا هن جايين من فرنسا على بيروت، أول ما بتغط الطيارة بتلاقي كلياتهم فزوا وفتحوا هالشيء الحواجز عشان ياخذوا الشنط والفوضى دبت. طب شو الفرق بين هون وبين هونيك؟ ليش هونيك بتلتزموا واللبنان بيلتزم؟ هونيك في ضبط ووا بالضبط، هون الاشياء سلبة. طيب ليه؟ لكن لازم نحن نتعلم بهالقيم والوثيقة اللي شفناها، نتعلم كيف بدنا نطبقها نحن. عشان هيك أنا يمكن حقول شيء ما ينفهم كتير، كنت بتمنى أنه تصدر وثيقة اسمها
وثيقة العدو، العدو الإنساني أو العداوة الإنسانية. ليش؟ عشان نعرف قديش، لأن منهج الخير هو منهج واحد، صدق واحد، من المنطلع والضد يظهر حسن والضد بالضبط. فخلينا نعرف شو هي العداوات الأخوة الإنسانية حتى نتعرف بركة نتجنبها. مش تقولون لنا بس الخير هيك والمواطنية هيك والأنظمة الديمقراطية هيك، لا، خلينا نتعلم شو هي الأنظمة الفاشية، شو هي أضرارها، كيف نحن فينا نتجنبها، وبعدين بيقولوا لنا أنه النظام الديمقراطي اللي بيحترم حقوق الإنسان والعدالة كيف نحن بنطبقها. فنحن دائما بتنقصنا منهجية الشر عشان نتجنبها. ومثل ما قلت قبل شوي، الصحابي كان كل الصحابي عم يسألوا عن الخير، النبي إلا هو الوحيد عم يسأل عن الشر. قال ليه؟ مخافة أن أقع به. وهون نحن لازم نشوف منهجية الشر بالمساجد، بالمدارس، بالكنائس، لحتى نعرف المنهجيات متعددة وواسعة. صحيح. لما بنعرفها ساعتها نقدر نوقف نحن بمواجهتها، إذا ما بنعرفها ما نوقع فيها. صحيح. نحن بعد عندنا محور أخير، استفدنا كثير من الحكي، بعد في شوية أسئلة، نحاول نختصر بالمحور الأخير لو سمحتوا. دكتور أدونيس العكرة والشيخ محمد النقري تحت عنوان وثيقة الأخوة الإنسانية. فاصلة ومنتابع. وصلنا للمحور الأخير من حلقة نقطة فاصلة مع الشيخ محمد النقري والدكتور أدونيس العكرة. حكيت شو قبل شوي عن المواطنية وشروطها، ومن ضمن أفكارك الشارحة لهالوثيقة بتقول المؤمن يرى بالآخر أخ لا عدو أو خصم، وما في سبيل لتحقيق مشيئة الله إلا بالحوار والتعاون المشترك والتعارف المتبادل بين المؤمنين بالله وبينهم وبين غير المؤمنين، لأنه حقهم يكونوا ما يؤمنوا بشيك. ودعوت كمان لرفض التطرف الديني والتشدد والتعصب الأعمى. هل المعادلة بتتطلب فريقين؟ مين رح يستجيب للتاني؟ هودي هالأفكار، هودي أفكار الوثيقة. نعم. وهو المبادئ، مبادئ الشيخ أحمد والبابا. نعم. وحضرتك عم تشرحهم. إيه؟ أنا عم بشرحهم لحتى أوصل لأساس يلي أنا هممني بهالوثيقة. نعم. كل ما كتبت وكل ما فيها من قيم، موضوع المواطنة. نعم. يلي بيعتبر انه هو اساس بناء اي نظام عادل وديمقراطي في لبنان، بديل عن النظام الطائفي يلي بيميز بين بعضنا نحن المواطنين. نعم. في شرطين. ما هما؟ الشرط الاول على الاديان، وخصوصا الديانتين المسيحية والاسلام، انهم يعترفوا ببعضهم على أساس أنه الله واحد بين اثنين. الله واحد، إلهنا وإلهكم واحد. حتى تعالوا ننطلق من هون. في اختلافات بين بعضنا، لاهوتية وعقائدية، من ضمن الدين الواحد والمذهب الواحد في اختلافات، ما هي إلا طرقات متعددة للوصول إلى الإله الواحد، إلى الله الواحد. نعم. هاي بدنا نعترف فيها. نعم. الشرط الثاني بالنسبة لل هالشرط هيدا، لحتى يكتمل بدنا نستخدم كنائسنا ومساجدنا لحتى نقول للناس هالفكرة هاي، نوصلها للناس. وكل ما أوصل على هالنقطة بجولتي بلبنان بعطي هالمثل، هالحادثة. نعم. كان في مؤتمر بالأزهر، بجامعة الأزهر، عن حوار الأديان. افتتحوا سماحة شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب، بيتوجه للحاضرين، أنا كنت موجود، كنت مدعو لي. نعم. بقلنا خطبة الجمعة خلال شهر، تعرف في أربعة أيام بالشهر جمعة. خطبة الجمعة خلال شهر بتأثر بالمجتمع بقدر ما بيأثروا 100 كتاب خلال سنة.
فتفضلوا هالكلام هيدا بينسحب على المساجد وعلى الكنائس. يا السلطات الدينية تفضلوا خبرونا وقولوا للمؤمنين عندكم، قولوا لهم أنه نحن مع بعضنا إلهنا واحد، وبقية الاختلافات ما هي إلى طرقات بتوصل إلى الإله الواحد، إلى الهدف الواحد. هذا أول شرط. الشرط الثاني هو اعتراف هالديانتين الأساسيتين في لبنان بالمواطنة الكاملة، بالمواطنة الكاملة، وإعلان الدعوة من خلال التربية والتعليم الديني في مدارسنا. وهون بدنا عم نفتح أفق هائل، لأنه نحن عم نعلم الدين، عم نرسخ التعصب عند أولادنا. منقول له لابننا بالمدرسة، وأنا هيك تعلمت وعم بعلم ابني، ديننا هو الأصوب، الأديان الأخرى والدين الإسلامي مش هو الصحيح، والمسلم هيك عم بعلم ابنه، هيك عم نعلمهم بالتعليم الديني. ومشان هيك وقت اللي بفوت على الصف تعلم تنتعلم الدين، المسلم بيطلع والمسيح بيروح على غرفة تانية، بيفصلونا من بعضنا. وقت اللي منقول لهم أنه ديننا هو الحقيقة المطلقة، بدنا نتعصب لهذه الحقيقة المطلقة. مين نحن في اختلافات؟ صحيح، ما تسألني كيف بشوف الله، ثلاث أقانيم، أنت بتقول الله واحد، ما نحن منقول الله واحد، بس أنا بشوفه بشكل مختلف عنك. ما تسألني كيف بشوف الله، سألني شو بقول لي الله تكيف شوفك، تكيف شوفك مواطن، أنت كإنسان معي. صحيح، هيك بدنا نعلم أولادنا. وقت اللي منعلمهم على هالأساس هيدا بتكتمل شروط المواطنة الكاملة، وعليها بقى فينا نأسس نظام عادل في مجتمعنا وفي دولتنا. بالإطار نفسه سمعت الشيخ، الوثيقة ركزت على نعت الإنسانية، أخوة الإنسانية، أي أن طرفيها ينظران إلى الإنسان نظرة واحدة. هل وحدا النظرة الشيخ والبابا، أم كانت موحدة ونحن ما كان معنا خبر؟ لا، النظرة كانت موحدة، ولكن إن أضاءوا عليها وكانت خطوة جريئة، لأن هي أول وثيقة مكتوبة. دائما بيكون في مناقشات ومناظرات وحوارات بتتناول نفس الشيء، ولكن هالمرة بتكون وثيقة مكتوبة. هلأ أنا طبعا نحن الإيمان المسلم والمسيحي ما بنختلف عن بعض بالجوهر، نحن مؤمنين مثل ما قال الدكتور عكرة بإله واحد. علاقتنا بالإنسان ونظرتنا للإنسان هي نظرة موحدة. هون عم بتذكر أنا حادثة صارت مع مطران بالأندلس، مطران ما بعرف إذا بالأفيلا أو بقرطبة، بتذكر مطران قرطبة، بيوجه رسالة للمسيحيين من هيدا من أمتى، من 800 سنة 900 سنة، بقول لهم للإسبان المسيحيين إنه شو بيكم، ليه تخليتوا أنتوا عن دينكم، ليه بطلتوا تهتموا باللغة اللاتينية، ليه ما عم تروحوا على الكنائس، ليه ما عم تقروا الكتب الدينية المسيحية، ليه عم تقلدوا المسلمين بكتبهم، بتقروا كتبهم وبتلبسوا ثيابهم وبتحطوا العطر تاعهم. توجيهاته كانت رسالة طويلة، خدتها أنا، شلت كلمة مسيح وحطيت مسلم، لقيت نفس الشيء اللي بيقولوه المشايخ بالمساجد حاليا. نفس الشيء بالضبط، نفس المعاني، كيف عم بوجه المسلمين انه ليش عم تقلدوا انت الغرب، ليه عم تلبسوا متهم، ليه بتقروا كتبهم. فاذا المخاوف تاعتنا مسلمين او مسيحيين هي مخاوف وحده، نظرتنا للانسان نظره وحده. فعشان هيك نحن يعني لازم تكون دائما في لقاءات تجمعنا لحتى توعينا وتقولنا انه انتم مش مختلفين في حقول. يمكن شغلة صارت معانا نحن من تقريبا 10 سنين، في الاستاذ ريمون صفير الله يرحمه، خيو للوزير هنري صفير، اسسنا جمعية اسمه اللقاء الاسلامي المسيحي لرجال الاعمال. الوزير هكتور حجار معانا بالجمعية.
جينا عم نطلع نحن على عقيدة الكنيسة أو عقيدة الفاتيكان في الأمور الاجتماعية والعمل. جيت عم بقرأ الكتاب أنا، طيب نفس الشيء عنا كمسلمين، نحن عم نحكي عن رجال الأعمال، شو هي نظرة رجال الأعمال المسيحيين للعمل؟ الهدف مش بس الربح، الهدف الإنسان. فاجتمعنا وعملنا أسسنا هاللقاء، لقينا أنه في مجالات كتير كتير متعددة نحن ننظر إلى الأمور نفس الشيء. هيدا عم نحكي بس بالعمل والاقتصاد، إذا فتشنا على أمور تانية حنلاقي نحن عم نحكي عن نفس الأمور. فنحن لازم ندور عليها ونكتب عنها وننشرها كمان بالإطار نفسه. لو استطردنا وقد ما فينا نختصر بعد إذنكم، عندك موقف كان من داعش اتهمتها بواحد من المقالات أنه جهاز استخباراتي، وقلت أنه ما في ولا فتوى لداعش بتتوافق مع تعليم الإسلام. حدا قال لك شيء انزعجت من هالموضوع؟ لأنه في البعض أنه بيعتبروا داعش هي المسلمة. لا طبعا تعرضت لمواقف كتيرة، ولكن الأغلبية كانت بتأيد هالنظرة. حتى أقول سريعا ليه، بال 1990 لانهيار الاتحاد السوفيتي أنا كنت في فرنسا وعايش الفترة، كان كل الوسائل العالمية تجمع لأنه لابد من بعد الاتحاد السوفيتي إلى عدو مشترك، وكان تشير أصابع الاتهام إلى الإسلام والمسلمين وشيطنة المسلمين. من بعدها بال 2006 بفتكر في المستشرق لوي ليفيستروس، لا مش ليفيستروس، المهم هو كان نائب وزير الدفاع الأمريكي، ألف كتاب اسمه الحشاشون لزساسا. قراءة الكتاب بتذكرنا 100% بمنهجية الدواعش. ما كان في دواعش برنار ليفي؟ لا مش برنار ليفي، لويس، برنار لويس. اوكي فاللي بيقراها وبيطبقها على الدواعش بيشوف تطبيقها 100%. وخاصة برنار لويس كان مستشار وزير الدفاع الأمريكي وهو صاحب نظرية الشرق الأوسط الجديد، واعترافات المسؤولين الأمريكيين إنه الدواعش نحن خلقناها. وشفنا نحن كيف دخلاء على الدواعش كانوا من قبل جهاز المخابرات الصهيوني والأمريكي. فإذا اللي عم بقوله مظبوط، الفكر هيدا إذا حدا عنده استطاع أنه يقرأ بالفرنسي، في عندي مقال نشرته باللورن والجور عن آيات السيف وآيات العنف في القرآن، ويقرأها، يقرأ كمان إذا بده النشيد الوطني الفرنسي، يقابل فيهم المخسياز، يقابل فيها لهجة الدماء والقتل كيف هي، ولهجة العنف عند المتشددين شو هي. نحن كلياتنا عنا عنف حتى بالأناشيدنا الوطنية. صحيح. بنفس الإطار دكتور عكرة بتقول حضرتك الإرهاب ليس نتاجا للدين بل نتيجة الفهم الخاطئ لنصوص الدين، هذا اللي بيفسر ظهور التطرف والتعصب بكل الأديان لبل ظهور البدع الدينية. هالكلام هيدا وكلام غيره هودي أنا جمعتن كعناوين للتعليم وتربية دينية في المدارس. 12 مبدأ وبيختمن مبدأ رقم 13، هذا أحد المبادئ يلي ضروري نعلم الدين ونربي بذهنية الدين الناشئة في بلادنا. في ما رح عددهم 12، يمكن ما عنا الوقت الكافي لحتى عددهم، ولكن جوهر نعلم أولادنا أنه التعددية والاختلاف في الدين واللون والجنس والعرق واللغة، هيدا عم شيله أنا من الوثيقة، حكمة لمشيئة إلهية
خلق الله البشر عليها، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا أخي هذه موجودة، لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لو تعطى نعلم أولادنا بهالذهنية هاي، نعلمهم الدين بهالمجال هيدا. بنظري ما ممكن نرسخ المواطنية في مجتمعنا إلا وقت اللي منربي أولادنا. هيدا مش بقانون، القانون ما بينفع. بدنا نربي أولادنا، هيدا بدنا جيل لحتى نوصل للمواطنية الكاملة. من 43 لليوم مر 10 أجيال، معلش إذا استغرق جيل خلال هالفترة الزمنية هاي. نعم. يكون في عنا نظام تربوي يوصل للنظام السياسي اللي بدنا إياه. شوف هالآية الرائعة بالقرآن الكريم شو بتقول؟ إن الذين آمنوا، لك التعدد، الاعتراف بالتعدد. نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا، آمنوا المسلمين وهادوا. نعم. اليهود والصابئين والنصارى والمجوس. نعم. والذين أشركوا 20-30. نعم. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. نعم. مش إن الله يفصل بين، مش نحن بنفصل بين بعضنا ومنعادي بعضنا. في مثل بالإنجيل لا تدينوا لألا تدانوا، في تقاطع، في تشارك بين المسلمين والمسيحيين، بين المسيحية والإسلام. على هذا لازم نربي لحتى نعلم أولادنا إنه الأخلاقيات الدينية يحطوها في خدمة مجتمعهم ودولتهم. هذا هدف التعليم الديني والتربية الدينية ضروري تكون في لبنان. شيخ محمد، بأطر المؤسسات اللي بتجمعكم كمسلمين مع المسيحيين، خصوص اللقاء الإسلامي المسيحي من أجل مريم وعيد البشارة اللي أصبح موحد، هل من خطة تترجم عمليا فحوى هذه الوثيقة الإنسانية؟ معقول عاملين شيء لترجموها؟ وشو دور السياسة إذا تسربت لكم؟ معقول تفسد هالمناخ كله؟ هلا طبعا حنقول شيء حيصير يمكن ب 13 نيسان القادم، حنكون في مؤتمر بجبال حنشارك فيه عن الأخوة الإنسانية. عم نعمل مؤتمر بإسبانيا كمان حنشارك فيه عن الأخوة الإنسانية. هلا بدي أحكي عن الخطط العملية اللي ممكن نحن نعملها. فينا ناخذ كل البنود يلي تعطي وثيقة الأخوة الإنسانية، البنود عن الحروب، عن المرأة، عن الأطفال، عن الأسرة. نعمل مجموعات بتبين لنا شو هي الخطوات العملية، مش النظرية، ما بقى بدنا هالتفكير النظري. الخطوات العملية لمنع الحروب، لمنع تفكك الأسرة، للعنف ضد المرأة. كل لازم تكون في مجموعات توعية لهالوثيقة الأخوة الإنسانية تكون عملية. بفتكر هون بكون حققنا شيء كتير. هلأ إذا السياسي بتفسد، إيه طبعا السياسي لأنه باردواني سؤالي، يمكن في حضرتك في مشايخ آخرين من دينكم أو من عند الشيعة، خي كل واحد عنده توجه سياسي، عم تلتقوا مع رجال دين مسيحيين وكمان كل واحد عنده توجه سياسي، هلأ بتلتقوا على بالدين محل معين، بس السياسي بركة تفرقكم. معقول؟ ايه عشان هيك انا يعني بنتبه كتير للأحزاب السياسية وما بحب انه شارك فيها ولا اكون معاها ولا ايدها ولا شيء ابدا. ودائما لما بكون في حزب معانا بكون انا كتير منتبه، لان هو بده يتبع سياسة حزبه وتعاليم حزبه. لذلك انا بتمنى على رجال الدين ما يكونوا محزبين، ورجال الفكر ما يكونوا لأن الانتماء لفكر واحد هو اللي بيزعجني أنا. أنا بحب التعددية. هذا يمكن تأثرت في دراسة لعلم الإجرام الكريمينولوجي. نعم. اللي درسناها بأول سنة بكلية الحقوق، اللي بتقولنا أنه في نظرية لومبروزو اللي. نعم. بيتبع الشكل الإجرامي، بيقول أنه المجرم هو بالشكل
وبيوصف الشكل الإجرامي كيف إجت ناقضته نظرية البيئة، النظرية تاعتي نظرية المناخ، ويقول ليش بالشوب بشهر آب تموز وآب بيكون في إجرام أكثر، ناقضتها النظرية الفيزيولوجية إنه في غدد تفرز ممكن تخلي الإنسان مجرم. إجت آخر شيء النظرية التكاملية اللي بتقول إنه الإنسان مجرم هو تعدد هالأسباب مجتمعة. لذلك أنا بقول أنا في أمرار الأحزاب اليمينية بأيدها بجزء من تفكيرها، الأحزاب اليسارية بأيد جزء منها. طيب ليه أنا بدي أتبع جزء واحد؟ ما أنا بأيد كل فكر وعقل نير وصحيح بأيده. لما بنتمي لحزب واحد يعني ملتزم بآراء هالحزب، وهون مش عيب الانتماء، مش عيب الانتماء، ما عيب الانتماء، ولكن إنه الواحد ما يفكر بأشياء تانية ويحصر ذهنه هون الخطورة. فالسياسي ممكن تفسد لأشياء اللي نحن بنعملها. دكتور عكرة، بتركيزك على مفهوم المواطنية عم بتركز خصوصا على الواجبات والحقوق اللي بينعم بزلالة الجميع بالعدل. هل يجب العمل على ترسيخ مفهوم المواطنية الكاملة بمجتمعاتنا والتخلي عن استخدام الإقصائي لمصطلح الأقليات الذي يحمل في طياته الإحساس بالعزلة والدونية ويمهد لبذور الفتن والشقاق ويصادر استحقاقات وحقوق بعض المواطنين الدينية والمدنية ويؤدي إلى التمييز ضدهم؟ هذا اللي بدك إياه؟ هذا الوثيقة اللي بدي إياه، يعني أنا عم أقول الوثيقة والبابا والشيخ هيدا اللي بدهن إياه، وهيدا موجود بالفقرة اللي بتتعلق بالمواطنية بالمواطنة بالمواطنة الكاملة. وقت اللي بيكون في مواطنة كاملة في المجتمع ما بعد في أقليات وأكثريات، بصيروا كلهم في مساواة، وخصوصا تجاه القانون وتجاه الواجبات. في كل هالمبادئ يلي ذكرتها الوثيقة بتتوج بمبدأ متفقين عليه البابا والشيخ، كل ما يخالف هذه المبادئ هو انحراف عن التعاليم الدينية ونتيجة لاستغلال الأديان في السياسة ونتيجة تأويلات لا علاقة لها بصحيح الدين. هذا بيعني إنه الله بده منا هالمبادئ هاي اللي مرتكزة بخلاصتها إلا إنه على أنه الإنسان قيمة بذاته، لأنه إنسان، لأنه من مخلوقات الله، لأنه إنسان هو قيمة القيم. ما قيمته بطيفته ولا بحزبه ولا بطبقته، بحد ذاته هو قيمة القيم. وتعالوا حتى نتعاطى مع بعضنا على 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 هذا الأساس. نحن ما بقى معنا وقت كتير، بس سؤال على السريع لك الواحد منكم. سمحت الشيخ، بتركز دائما بمقالاتك اللي بتنشرها على تقارب الأعياد، كيف تسائب الصيام هون والصيام هونيك، هذا العيد وقع مع هذا العيد، هل من صدى لدى الناس لهيك دعوات؟ يعني عم تحس لما بتكتب هيك شيء ناس عم تقبلهم؟ أكيد، ودائما بيجيني رسائل واتصالات من هيك ناس على الأشياء اللي بكتبها. يعني حتى مرة أنا كتبت مقال بلوريون لجور سميته لاتر اوفيرت ا مون كوزان جويف. طبعا اجاني هجوم من اللي او ما بيعرف يقوله، يعني كتاب مفتوح الى جاري اليهودي، لا صحيح، ابن عمي، ابن عمي اليهودي، كوزان كوزان جويف، الكوزان عفوا بعتذر. هلا انا رديت عليهم قلت لهم ان فكروا انه انا عم بتقرب لليهود او للصهاين بالاحرى. قلت لهم بالعكس، لو انا سميت الصراع العرب الاسرائيلي مين حيقراها؟ خاصه هي بالفرنسي، مين حيقراها؟ لما سميت لاتر اوفيرت ا مون كوزان، شوف كلهم صار بدهم يقروها ويشوفوا ويتمعنوا. حتى الجورنال لو بيلغان بفرنسا نشرتها مثل ما هي، عده صحف فرنسيه نشروها مثل ما، انه مقال كتير طويل. فاذا بفتكر انه الناس بتتقبل هيك شيء. متمنى. هل عطتك الوثيقه دكتور عكره حافز انك تستمر بالمسار اللي مبلشه من شي 50 سنه بهذا الاطار المواطني اذا صح التعبير؟
ايه طبعا، لانه ردات الفعل والاسئله يلي كانت تنطرح بتشجع على الاستمرار بهالاتجاه هاي، وخصوصا في اسئله كانت سلبيه واسئله ايجابيه. الاسئله الايجابيه ايبسو فاكتو تلقائيا بتشجع، الاسئله السلبيه بتشجعني على النضال في هذا الاتجاه. لا سيما انه بالغرب طلعوا فكره المواطن بمعناها الحديث ايمتى؟ من بعد ما حطوا الدين على جنب بعد ال 31 تحت شعار فصل الدين عن الدولة. اسيء استخدام هذه العبارة وصار فيه معاداة للدين، وهذا غلط، مش هيك العلمانية. صحيح، عندنا ببلدنا بدنا نعمل مواطنة كاملة، بدنا نرجع الى الدين. هن بحطوا الدين على جنب، نحن بدنا نرده إلى الفضاء العام، إلى الفضاء العمومي، لحتى نقدر نعمل مواطن كامل في مجتمعاتنا. نحن متدينين، ما فينا إلا مع انطلاقا من ديننا، مهما اختلفت الديانتين بيبقى الله واحد، وبناء على هالتربية الواحدة للجميع هي اللي بتعمل مواطنة كاملة. حلقتنا خلصت، عملنا فيها جولة معمقة بوسيقة الأخوة الإنسانية، بتخلينا نأمل ببكرة أفضل للبشرية. شكرا سماحة الشيخ محمد النقري، شكرا دكتور أدونيس العكر، أهلا وسهلا فيكم. والشكر طبعا موصول لمتابعي نقطة فاصلة بلبنان ويعامل الانتشار اللبناني بالعالم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وبنسى أشكر معاوني بالحلقة الزملاء، البروديوسر سليم خوري، المخرج جارو جبور، مدير المسرح فرح شديد، وبشكر شربي الخوري ولارا سيبا وماريان وهبي. كان أفلاطون يقول وحدهم اللي ماتوا شهدوا نهاية الحرب. في كتير موتى طيبين، في كتير طيبين موتى، والحروب ما عم تشبع دم. لا أرى في إغماضة العين موتى، ليس من أغمضوا يعدون موتى، نادهم دمعا يصبح نبض حي، ويجيب إن أنت أطلقت صوتا. تصبحوا على خير وأمل، موعدنا الأسبوع الجاي، انطرونا.